مساء الخير عليكم مشتركي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الفقاس. واللي غادي نحتاجوا ليه: كيلو ديال الدقيق، جوج كيسان ديال العتبة سكر سنيدة، جوج كيسان ديال الزيت، أربعة البيضات، عندي هنايا النافع، الزنجلان، وفواكه معسلة. وغادي نبداو. بسم الله، نديرو البيض، غادي ندير معاه خميرة باني. انا في الاول في المقادير نسيت ما ذكرتش لكم جوج خميرات حمرين وخميرة باني، انا درتها دابا. غادي نضيف سكر سنيدة، غادي نخدم دابا البيض مع سكر سنيدة مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف الزيت، غادي نضيف الزنجلان، نضيف النافع، والفواكه المعسلة. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف. كما كتشوفوا البيض راه خدمنا مزيان. دابا غادي نبدا نضيف تدريجيا. غادي نضيف نحاول دابا نجمع الخليط.
انا غادي نجمع الخليط ديالي ونعاود نوري عليكم. كيف ما كتشوفوا دابا انا راني جمعت العجينه ودابا غادي نوريكم القياس ديال التقطاع وغادي نبدا. بسم الله. انا غادي نقطع بهذا القياس هذا. حاولوا دهنوا يديكم شويه بالزيت باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم. كما كتشوفوا بهكا انا غادي نكمل ونعاود نرجع لكم. الوغ انا من بعد ما ساليت غادي ندهنهم بصفار ديال البيضه وقهوه سريعه الذوبان. ندهنهم مزيان باش يكون اللون ديالهم ذهبي. صافي دابا ملي سالينا غادي ناخدو فرشيط وندير ليهم باش كيجي السوق ديالهم في التقطاع كيبانو داك الديكور بحال هكا. دابا ساليت كيف ما كتشوفوا كيجيو هكا غادي ندخلهم يطيبوا ونعاود نرجع لكم. انا دابا الفقاص طيبتو نص طيبه من بعد ملي تخرجوه من الفران يعني غير يدوز نص طيبه تخرجوه تغطوه بشي زيف يكون فازك تقريبا تخليوه واحد ساعه هي القليله يعني باش ما خليتوه في داك الزيف مغطي بداك الزيف الفازك مده طويله باش ما كيكون حسن. ودابا غادي نوريكم التقطاع ديالو باش نعاودو نرجعوه يطيب. دابا غادي نبداو التقطاع ديالو. بسم الله. نحاول نقطعوه بشويه باش ما يتهرسش لينا معاك يكون شويه هشيش.
صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونعاود نرجع لكم. دابا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم يكملوا الطياب ديالهم ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديال الفقاص. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاص. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.